السلام عليكم. ده اول فيديو من دروس في ماتلاب. قبل ما ابدا في الفيديو حابب اوضح شويه حاجات مهمه. احنا ماتلاب بنتعامل معاه يعني بالنسبه للرموز الحسابيه كالاتي. اول حاجه عندنا الرمز ده اللي هو البلس، ده علامه الجمع، تمام، والماينس علامه الطرح، والمالتيبليكيشن عمليه ضرب تتم من خلال الرمز اللي هو ده، وعلامة السلاش ديت بتعني القسمة أو الديفيجن، والعلامة دي اللي هي الباور. أوكي، يبقى دي علامة الجمع وده الطرح وده الضرب ودي القسمة وده الأس أو الباور. تاني حاجة بالنسبة لترتيب العمليات الحسابية، ترتيب العمليات الحسابية يعني إيه؟ يعني لو عندي معادلة بالشكل ده أنا كتبتها في ماتلاب، 145 مضروبة في 112 على 2 في 25 زائد 12 زائد 15 زائد 2 أس 4، تمام. ماتلاب هيحل أو هيبسط المسألة ديت أو المعادلة الرقمية دي كالآتي. أول حاجة بيعمل فك الأقواس، تاني حاجة بيتخلص من الباور أو الأس، يعني أول حاجة هيفك الأقواس دي، بعد كده هيتخلص من الباور اللي هو ده، تالت حاجة هينفذ عملية الضرب والقسمة، يعني لو عندي ضرب بيعمله أو قسمة، آخر حاجة تنفيذ عمليات الجمع والطرح. بعد كده لو حاجة باقية فيها جمع أو طرح بيتخلص من الجمع والطرح. طبعا الكلام ده يا جماعة from left to right، from left to right يعني من الشمال لليمين، يعني بيمشي في الاتجاه ده، تمام. ولو كتبت الكويشن ديت على ماتلاب الناتج بتاعها اكس هيساوي 2 0 4 7 7 1. طيب يلا نجرب. طيب انا دلوقتي هكتب المعادلة في ماتلاب بالشكل ده، انا عندي اكس، قلت لي اكس وضغطت كنترول انتر، الناتج اهو يا جماعة، الناتج هو ده، تمام. ديت كانت او ده كان اكزامبل بسيط من خلاله تعرفت على تنفيذ او ترتيب تنفيذ العمليات الحسابية على ماتلاب. نخش بقى على الاوتلاينز بتاع الليكتشر دي. ده الفيديو الاول. الفيديو الاول هنبدا كانترودكشن للماتريكس المصفوفات، وبعدها نكمل في الاوبريشن الخاصه بالماتريسز او الماتريكس يعني المصفوفات. الفيديو ده ان شاء الله هبدا بمقدمه على المصفوفات، مقدمة على المصفوفات، بعد كده هنتعلم سوا ازاي نكتب مصفوفات في ماتلاب، مصفوفة يعني مكونة من صفوف وأعمدة، بعد كده ازاي نعرف أبعاد المصفوفة أو الدايمنشن بتاعت المصفوفة، بعدها نتعلم شوية عمليات حسابية بسيطة اللي هي ضرب وقسمة وجمع وطرح، وهل في شروط علشان أعرف أعمل الكلام ده على ماتلاب، بعد كده هعرف ازاي أجيب قيمة محدد المصفوفة وازاي أجيب المعكوس بتاع المصفوفة طبعا باستخدام كوماندز هنوضحها كمان شوية، ونختم الفيديو بطريقة تدوير المصفوفة أو الطرق المختلفة لتدوير المصفوفة. طيب احنا عندنا من خلال الفيديو ده أنا عندي شوية كوماندز هيتقالوا زي سايز، زي لينث، زي زيروز، وانز، اي، ديت، انف، ران، داج. طيب قبل ما أبدأ عاوز أوضح شوية حاجات مهمة أوي. خليكم متعودين معايا ان دايما اي فانكشن احنا فعندنا في ماتلاب، انا كبروجرامر او مستخدم لي ماتلاب، فانا بتعامل مع ماتلاب بحاجة اسمها فانكشن او كوماند، تمام. الكوماند اللي زي دي، طيب كل فانكشن عندي او كوماند في ماتلاب لازم اعرف لي او عنه ثلاث حاجات، لازم أنا اعرف عنه ثلاث حاجات. رقم واحد حاجه اسمها ديسكريبشن. الديسكريبشن يعني الوصف او الوظيفه، يعني لو عندي كومنت زي سايز، الديسكريبشن بتاع سايز يعني اعرف ايه وظيفه سايز او ايه اهميتها بالظبط. تاني حاجه من الثلاث حاجات الا وهي
السنتاكس. السنتاكس يعني طريقة كتابة الكوماند او الفانكشن في ماتلاب. يعني ايه؟ يعني لو عندك كوماند زي لينز، فلينز ديت ككوماند او اذا كوماند بيتكتب بطريقة معينة، الطريقة دي اسمها السنتاكس بتاع الكوماند. تالت حاجة باخد من اكزامبل، مثال صغير يوضح ليا من خلاله أهمية اللي هي الديسكريبشن بتاع الكوماند والسنتاكس بتاعها. طيب خلينا نبدأ دايركت في الليكتشر. مقدمة إلى المصفوفات. طبعا يا جماعة احنا عارفين إن المصفوفة عبارة عن أرقام، بس الأرقام ديت موجودة في صورة صفوف وأعمدة. يعني لو فتحت جوجل بالشكل ده وفتحت مثلا الصورة دي، تمام، مكتوب على الصورة ماتريكس فوق. طيب الماتريكس زي ما اتفقنا هي عبارة عن مجموعة من الأرقام، الأرقام ديت موجودة في صورة صفوف وأعمدة. وخليني أوضح الصف اللي هو ده كده صف، والعمود اللي هو ده. طيب الأرقام أو الصفوف والأعمدة ديت موضوعة بين أقواس بالشكل ده أو الشكل ده، فديت كانت الماتريكس. طيب في كمان ملاحظة صغيرة، تخيل أخي الفاضل لو المصفوفة عندي مكونة من رقم واحد. تخيل أخي الفاضل لو المصفوفة عندي مكونة من رقم واحد، يعني إيه؟ يعني لو عندي مصفوفة إكس تساوي 3، فالمصفوفة دي أقول عليها سكيلر. يعني إيه سكيلر؟ يعني في السؤال لو عندي سؤال شغال على مصفوفة بالشكل ده، هتلاقي في السؤال بيقولك سكيلر، ما بيقولش ماتريكس، تمام. طيب لو عندي مصفوفة مكونة من صف واحد، يعني اكس تساوي 1 2 3، تمام. فانا كده عندي المصفوفة ديت مكونة من صف واحد فقط، ففي ماتلاب برضو اقول عليها رو فيكتور، تمام. اذا لو في سؤال السؤال ده شغال على مصفوفة مكونة من صف واحد، فهتلاقي في السؤال مكتوب رو فيكتور. فالرو فيكتور هي نفسها ماتريكس، ولكن رو فيكتور كلمة موضحة ليك ان المصفوفة ديت مكونة من صف واحد فقط. طيب في كمان حاجة، لو المصفوفة مكونة من عمود واحد، يعني عندي اكس تساوي 1 2 3، المصفوفة ديت مكونة من عمود واحد، لذلك أنا أقول عليها كولومن فيكتور. فكده أنا عندي حاجتين مهمين جدا، لو عندي المصفوفة ديت مكونة من صف واحد أقول عليها رو فيكتور، ولو مكونة من عمود واحد أقول عليها كولومن فيكتور، تمام. طيب تخش على الخطوة التانية، ألا وهي طريقة كتابة المصفوفة في ماتلاب. لو فتحت ماتلاب قدامك بالشكل ده وكنت عاوز اكتب المصفوفة اللي هي دي، كنت عاوز اكتب المصفوفة اللي هي دي على ماتلاب، نكتبها ازاي؟ نركز كده سوا. انا مفترضا ان المصفوفة دي اسمها اكس، اكس ايكوال. طيب انا عندي الصف الواحد في 2 5 3 4، بفتح دبل براكت كده واكتب 2 5 3 4، كده غلط. لازم علشان اكتب الارقام كل رقم بين كل رقم والتاني سبيس، يعني المسطرة بتاعت الكيبورد بالشكل ده. خلصت الصف الاول، اول لما اخلص الصف الاول احط سيمي كولوم اللي هي دي، وانزل على الصف التاني اللي هو 4 7 1 5. خلصت الصف التاني احط سيمي كولوم وانزل على الصف التالت اللي هو 3 0 5 8. خلصت انا كده المصفوفة او الماتريكس بتاعتي، تمام. كده انا كتبت المصفوفة اللي هي المصفوفة دي، تمام. دي طريقة كتابة المصفوفة في ماتلاب. طيب بعد كده في ايه تاني؟ طيب تاني حاجة عندي لو عاوز اعرف ابعاد، سوري، تالت حاجة عندي لو عاوز اعرف ابعاد المصفوفة. اي مصفوفة في الدنيا بتتكتب او بعرف ابعادها من خلال رقمين. يعني مثلا عندي مصفوفة ايه،
المصفوفة ايه ديت؟ قال لي 2 في 3، 2 في 3. الاتنين ديت بتعبر عن عدد الصفوف، والتلاتة بتعبر عن عدد الأعمدة. تعال نشوف في الماتريكس دي. الماتريكس دي مكونة من 3 صفوف و4 أعمدة، يعني أبعادها كام؟ 3 في 4، صح كده؟ فتلاتة ديت عدد الصفوف وأربعة عدد الأعمدة. يعني تعالى نتشيك الكلام ده على ماتلاب، نشوف ماتلاب هل هيستخرج ليه المصفوفة دي 3 في 4. طيب، أو أولا قبل ما نعرف الكلام ده على ماتلاب، فأنا لازما أو أنا عشان أخلي ماتلاب يعرفني أبعاد مصفوفة معينة، فماتلاب عندي بيستخدم كوماند. الكوماند ده اسمه سايز، اللي هو ده. تاني، علشان أعرف أبعاد مصفوفة أنا بستخدم كوماند من الكوماندز ديت اسمه سايز، تمام؟ فعلشان استخدم سايز بعمل ايه؟ بكتب سايز وافتح اقواس بالشكل ده واكتب زد. زد اللي هي اسم المصفوفة اللي عندي، انا هسمي المصفوفة دي اسمها زد، بمتغير اسمه زد يعني، عشان كده كتبت سايز زد، واضغط كنترول انتر. قال لي الانسور بتاعتك الاجابة 3 في 4، اذا ابعاد المصفوفة زد 3 في 4. في طرق تانية، في طرق تانية علشان اكتب المصفوفة علشان استخرج ابعاد المصفوفة، ولكن مملة، فخلينا في الكوماند اللي هو سايز. طيب، ندخل على البند رقم 4 اللي هو العمليات الحسابية على المصفوفات. العمليات الحسابية يقصد بها 4 حاجات: رقم 1 جمع مصفوفتين، رقم 2 طرح مصفوفتين، رقم 3 ضرب مصفوفتين، رقم 4 قسمة مصفوفتين. خلينا نقول أو نوضح إن 1 و2 زي بعض، جمع وطرح. علشان أعرف أجمع أو أطرح مصفوفتين لازم يا جماعة عندي يبقى في شرط. طيب، الشرط ده اللي هو إيه؟ قال لي الشرط ده ان لازم المصفوفتين 1 و2 يبقى ليهم نفس الابعاد. تاني، علشان لو عندي مصفوفتين اكس وواي، علشان اعرف اجمع اكس مع واي لازم ابعاد اكس هي نفسها ابعاد واي، فديت زد. مثلا لو عندي بقى مصفوفة اكس 1، بصوا يا جماعة كده، احنا هنا انا هنا كتبت مصفوفتين، مصفوفة زد ابعادها 3 في 4 ومصفوفة اكس ابعادها 3 في 3، واحنا اتفقنا علشان اعرف اجمع زد او اكس لازم يبقى ليهم نفس الابعاد. اذا اوريدي هل ماتلاب هيعرف يجمع المصفوفتين؟ اكيد لا، اكيد لا. لان ليه؟ لان الابعاد عندي ليست متوافقة. فخلينا نشوف، لو كتبت زد بلس اكس وضغطت كنترول انتر، قال لي والله ماتريكس dimensions must agree، يعني لازم أبعاد المصفوفة بتاعتك تبقى متساوية. فأنا مثلا مصفوفة زد هخليها 3 في 3، همسح العمود الأخير وأرجع أضغط كنترول انتر. قال لي والله لأ، فعلا ماتلاب جمع عليها المصفوفتين بالشكل ده، 1 و2 3. طب مثلا 3 و7 10، تمام. فعلشان أجمع وأطرح لازم يبقى ليهم نفس الأبعاد، فزد ناقص اكس بالشكل ده، تمام. طيب، بعد كده عندي ضرب مصفوفتين. طيب، خلينا بس أوضح حاجة هنا الأول. احنا اتفقنا أنا شغال على مصفوفة زد ومصفوفة اكس، تمام. علشان أضرب مصفوفتين أو علشان ماتلاب يعرف يضرب مصفوفتين، في شرط مهم أوي. طيب، الشرط ده إيه هو؟ إحنا أبعاد المصفوفة زد مثلا 2 في 3. طيب، علشان ماتلاب يعرف يضرب مصفوفة تانية، قال لي لازم عدد أعمدة زد هي نفسها عدد صفوف إكس. تاني، عدد أعمدة زد هي نفسها عدد صفوف إكس، فلازم إكس دي مثلا تساوي 3 في أي رقم تاني وليكن 3. فمن خلال القاعدة دي ماتلاب يعرف يضرب المصفوفتين زد في إكس بطريقة ناجحة. ليه؟ لأن أنا عندي الشرط اللي هو عدد أعمدة زد هو نفسه عدد صفوف
اكس، فمتلاب هيعرف يضربها. طيب لو عندي المصفوفتين زد واكس، انا عندي المصفوفه انا 3 في 3 واكس 3 في 3، اولا علشان اضربها اضرب زد في اكس، فانا بحط علامه الضرب بس واضغط كنترول انتر هيضربه. طب تخيل لو قلت له زد في اكس وانا عندي زد ديت 3 في 3 وده كان 3 في 2 بس. هل زد هتضرب في اكس؟ اه لازم تضرب في اكس. تمام ليه؟ لان انا عندي ابعاد زد هي 3 في 3 وابعاد اكس 3 في 2. طالما انا عندي الرقمين الاوائل، سوري الرقم ده والرقم ده زي بعض، اذا متاح لي ان اضرب المصفوفتين في ماتلاب. طيب خلينا برضو ناخد ابعاد مختلفة، يعني مثلا لو ده صفر صفر واحد اتنين اربعة خمسة، انا كده عندي ابعاد المصفوفة الاولى 3 في 3، دي أبعاد المصفوفة زد، والمصفوفة إكس 3 في 4. هل هينفع أضربهم؟ قال لي والله أنا عندي أبعاد أعمدة زد هي نفسها صفوف إكس، إذا ينفع أضربهم. فلو ضغطت أنا هنا كنترول إنتر هيضربهم. طيب إمتى ما أضربهمش؟ زي ما اتفقنا، لو الرقم ده، لو الرقم اللي هو بتاع أعمدة زد لا يساوي عدد صفوف اكس. تعال نجرب اي مصفوفة فيها اخلال في الشرط. طيب انا هخلي مثلا زد ديت 3 في 2، همسح العمود الاخير، وهخلي اكس ديت 3 في 4، وعملت زد في اكس. قال لي في ايرور. ليه؟ لان الماتريكس دايمنشنز ماست اجري، واخد بالك قال لي انر ماتريكس دايمنشن، يعني الابعاد اللي اتفقنا عليها اللي هي عدد اعمده زد وعدد صفوف اكس لازم يبقوا متساويين. طيب خلينا بعد كده ندخل على حاجه تانية. الحاجه التانية دي هي اسمت مصفوفتين. قال لي انت عندك شرط علشان تقسم مصفوفتين، في شرط مهم، لازم يبقى ليهم نفس الابعاد. يعني ايه؟ يعني انا بالطريقه دي لو كتبت زد على اكس ضغطت كنترول انتر هيقول لي والله الماتريكس دايمنشن ماست اجري. اذا في ماتلاب لو شفت انا الايرور بدا بماتريكس دايمنشن ماست اجري، اذا لازم ابقى اعرف العمليه اللي انا شغال عليها للبروسيس ديت لازم يبقى ليهم نفس الابعاد. يعني ايه؟ يعني عدد الصفوف او السايز بتاع المصفوفه الاولى هو نفس السايز بتاع المصفوفه الثانيه. اما لو لقيت الايرور عندي بيبدا بانر ماتريكس دايمنشن ماست اجري، يقصد عدد اعمده المصفوفه الاولى يساوي عدد اعمده الصفوف الثانيه. حضرتك رجع الفيديو واكتب اخر كلمتين انا قلتهم في الفيديو. اذا كده انا عندي ملخص بسيط ان عدد صفوف المصفوفه الاولى، سوري عمليه الجمع والطرح والضرب والقسمه. كده انا عندي رقم 1 و2 و4 ليهم نفس الشرط، ورقم 3 بتاع عملية الضرب زي ما اتفقنا وعرفنا الشرط بتاعها. قبل ما ادخل في البند الاخير، او سوري قبل الاخير اللي هو ده، في كوماند مهم قوي لازم اتكلم عنه. لينث. كوماند لينث يا جماعة، طبعا احنا كلمة لينث في الانجليش يعني طول، وطول في الرياضة مثلا فيعني معناها عدد العناصر. تمام، يعني مثلا طول مجموعة اكس يعني عدد عناصر المجموعة اكس. تمام. طيب عندنا بقى في ماتلاب لينس او الكوماند اللي هو اللي اسمه لينس ده بيعمل لي ايه؟ قال لي بص، هو بيخلي ماتلاب يعمل خطوتين. تمام، الخطوة الاولى بيخلي ماتلاب يجيب سايز المصفوفة. تمام، بيخلي ماتلاب يجيب سايز المصفوفة. طيب تاني حاجة بياخد اكبر رقم من سايز المصفوفة. يعني ايه؟ تخيل انا عندي مصفوفة، تخيل انا عندي مصفوفة اكس، المصفوفة ديت ابعادها 2 في 3. طيب
لو انا قلت لماتلاب هات لينس المصفوفة اللي اسمها اكس، فماتلاب بياخد اكبر رقم من رقمين اللي هو 3، عشان كده الناتج عندك هيقول لك والله لينس المصفوفة اكس ده هو 3. اذا كده انا عندي لينس بياخد اكبر رقم من سايز المصفوفة. تعال نشوف ماتلاب بيعمل الكلام ده ازاي. لو عندنا مصفوفة اكس تساوي عاوز استخدم لينس، فبكتب لينس المصفوفة اكس واضغط كنترول انتر، قال لي اخي الفاضل لينس المصفوفة اكس 3. ليه؟ لان انا عندي ابعاد المصفوفة اكس اللي هي دي يا جماعة، ابعاد المصفوفة اكس دي 2 سوري 3 في 2 صح، اكبر رقم في السايز هو 3، عشان كده قال لي 3 تمام. اذا اللينس بياخد اكبر رقم من سايز المصفوفة. طيب نكمل، نخش بقى على محدد المصفوفة. خلينا بس احنا كده اتفقنا اخدنا سايز واخدنا لينس. علشان اجيب محدد المصفوفة فانا بستخدم كوماند اسمه ديت، وعلشان اجيب معكوس المصفوفة بستخدم كوماند اسمه انف. طيب ايه الكوماندز ديت او ايه الاوامر دي؟ اولا اول حاجة ديت ده اختصار لديترمينيشن، يعني اللي هو المحددات. ولكن في ماتلاب علشان يعمل لها شورت كات او اختصار فبياخد اول 3 احرف من الكلمه، فعشان كده قال لك ديت. طيب وانف هي شورت كات برضو يعني اختصار لانفرس تمام، فماتلاب برضو بياخد اول 3 احرف من الكلمه فبيقول عليهم انف تمام. فديت يعني بجيب بيها محدد المصفوفه، وانف بجيب بيها معكوس المصفوفه. فلو عندي المصفوفه اكس عاوز اجيب المحدد بتاعها اقول له ديت المصفوفه اكس، وتحت اقول له env المصفوفة اكس واضغط كنترول انتر. انا عندي كده 2 ايرور، عندي 2 ايرور. طيب الايرور ديت قال لي ايرور يوزنج ديت، قال لي انت عندك ايرور في استخدام الكوماند اللي هو اسمه ديت. اشمعنى اعمل حاجة؟ قال لي ماتريكس ماست بي سكوير، يعني المصفوفة بتاعتك لازم تبقى مربعة، وده شرط مهم جدا برضو وتركاها حلو قوي. علشان اجيب قيمة محدد لأي مصفوفة يا جماعة لازم المصفوفة بتاعتي تبقى مربعة. يعني ايه مربعة؟ يعني عدد الصفوف هو نفسه عدد الأعمدة. يعني مثلا المصفوفة ديت 2 أو 3 في 2، ما ينفعش يجيب المحدد. ليه؟ لأن عدد الصفوف مختلف عن عدد الأعمدة. فتخيل لو المصفوفة ديت كانت 3 في 3، يعني هنا مثلا 1 وهنا 1 وهنا أي رقم 8 مثلا، وضغطت أنا كنترول إنتر فقال لي الأنس الأولى يعني إجابة الأمر بتاع الديت -21. إذا قيمة محدد المصفوفة إكس الحالة دي 21 تمام. طيب ومعكوس المصفوفة إكس هو أو هي المصفوفة دي تمام. طيب كده أنا عندي برضو أخدت أو عرفت شرطين مهمين جدا، إن علشان أجيب المحدد أو معكوس المصفوفة لازم أبعاد المصفوفة مربعة. إذا المصفوفة المربعة هي المصفوفة اللي عدد الصفوف بتاعتها هو نفسه عدد الأعمدة تمام. طيب كده أنا أخدت الأمر اللي هو ديت سوري كده أنا أخدت الأمر اللي هو ديت وإنف. طيب باقي عندي 3 حاجات مهمين. ناخد الأمر اللي هو دايج. الأمر اللي هو إيه؟ دايج. يعني إيه دايج؟ بص دايج ده شورت كات يعني اختصار لكلمة دياجونال، ودياجونال يعني عناصر القطر الرئيسي. طيب فدياجونال ده يا جماعة يعني من خلاله أنا بجيب دياجونال من خلاله أنا بجيب الامر دايج من خلاله انا بعرف عناصر القطر الرئيسي بتاعه المصفوفه بتاعتي. فمثلا مصفوفه اكس عاوز اعرف عناصر القطر الرئيسي بتاعتها بكتب دايج اكس واضغط كنترول انتر. قال لي والله يا حبيبي عناصر القطر الرئيسي بتاعتك 1 و5 و8، الواحد والخمسه والثمانيه تمام. طيب
ده الكوماند اللي هو دايج. طيب في حاجة، في تلات كوماند باقيين عندي او اربعة، الزيروز والوانز والاي والراند. طيب علشان اكريت مصفوفة في ماتلاب ولكن نسميها مصفوفة سبيشال، يعني ليها مصفوفة معينة، فانا عندي اول كوماند اسمه زيروز. فلو قلت مثلا اكس تساوي زيروز تلاتة وضغطت كنترول انتر، قال لي والله اكس اهي. طيب اذا كده انا عرفت ان رقم تلاتة عدد الصفوف وعدد الاعمدة. طيب وزيروز يعني بيخلي عناصر المصفوفة بتاعتي كلها اصفار بالشكل ده، واكس ده اسم المصفوفة بتاعتي، تمام. فالامر او الكوماند اللي هو زيرو ده انا بستخدمه لو عاوز اكريت يعني او اعمل مصفوفة عدد الصفوف بتاعتها يساوي عدد الأعمدة وعناصرها كلها أصفار. طب لو كتبت مثلا 3,4 وضغطت كنترول انتر، قال لي بص اكس الجديدة اهي. اذا لو في رقمين بالشكل ده، الرقم الاول عدد الصفوف والرقم التاني عدد الأعمدة بالظبط. انا عندي كام عمود؟ 1 2 3 4 صح. طب عدد الأعمدة 1 2 سوري، عدد الأعمدة 4 هو ده، وعدد الصفوف 1 2 3 تمام. ده كده لو عاوز أعمل مصفوفة زيروز. طيب نفس السيناريو بالظبط، لو أنا حذفت أنا زيرو زيت وكتبت وانز، قال لي آخر فاضل وانز هي نفسها زيروز ولكن بتخلي عدد أو عناصر المصفوفة بتاعتي واحد، يعني هناك كان صفر هنا واحد، وده الاختلاف ما بين زيروز وون. طيب لو كتبت انا حاجة اسمها راند، كلمة راند شورت كات اختصار لكلمة راندوم، يعني حاجة عشوائية. فعشوائية دي يعني انا بخلي ماتلاب هو اللي يعملها لي، فانا بقول لي ماتلاب اعمل لي مصفوفة عشوائية مكونة عدد صفوفها 3 وعدد الاعمدة بتاعتها 4، فماتلاب عمل لي المصفوفة دي. طيب المصفوفة دي يا جماعة انا هقول عليها كومنت، المصفوفة دي انا هقول عليها كومنت مهم قوي في الفيديو الجاي، يعني ايه علاقة الارقام دي ببعضها، تمام. والناس اللي درست ماتلاب اكيد اتعرضت للسؤال ده، فانا السؤال ده هجاوب عليه في الفيديو الجاي باذن الله. فالكومنت اللي هو راند انا بستخدمه علشان اخلي ماتلاب يعمل لي مصفوفة عشوائية مكونة من عدد صفوف معين وعدد اعمدة انا اللي بدخلها على ماتلاب. طب لو حذفت انا الكومة والاربعة وكتبت كنترول انتر، بخلي ماتلاب يعمل لي مصفوفة عشوائية عدد صفوفها يساوي عدد الأعمدة يساوي 3. باقي عندي اي اللي هي دي. طيب احنا زمان واحنا في ثانوي اخدنا مصفوفة اسمها مصفوفة الوحدة، او في اعدادي اخدنا مصفوفة اسمها مصفوفة الوحدة. مصفوفة الوحدة ديت يعني مصفوفة جميع عناصرها اصفار زي دي، ولكن عناصر القطر الرئيسي فيها تساوي 1. طيب وهنا حاجتين مهمين قوي. اول حاجه خلينا نوضح مثال صغير، او قلت لي اعمل لي مصفوفه اكس، مصفوفه وحده اكس مكونه من عدد صفوف يساوي عدد اعمده يساوي 3، تمام. طيب لو كتبت 3 و1، قال لي والله عمل لي مصفوفه عناصر القطر الرئيسي بتاعتها يساوي 1 اللي هي دي. طيب 3 عدد صفوف مكونه من عمود 1. طب لو تخيل كتبت هنا 2 بالشكل ده، تمام. فاي بيعمل لي مصفوفه، مصفوفه وحده يعني جميع عناصرها اصفار ما عدا عناصر القطر الرئيسي، لان عناصر القطر الرئيسي فيها يساوي كام؟ يساوي 1. كده احنا خدنا راند وخدنا اي وخدنا وانز وخدنا زيروز. باقي عندي بس حاجه اسمها طريقه تدوير المصفوفه. يعني ايه تدوير المصفوفه؟ المصفوفه عندي مكونه من عدد صفوف وعدد اعمده. تدوير المصفوفه بيخلي الاعمده صفوف والصفوف اعمده، واحنا نعرف الكلام ده. طيب بتتعمل ازاي على ماتلاب؟ لو فتحت ماتلاب وكان عندي مصفوفة بالشكل ده، علشان ادور المصفوفة دي بكتب المصفوفة واحط عليها كوما من فوق اللي هي اسمها برايم اوبريتور بالشكل ده، واضغط كنترول انتر، المصفوفة الجديدة بتاعتي اهي.
اخر فاضل لاحظت ان الصف الاول 1 و4 و7، في المصفوفه الاصليه الصف الاول 1 و2 و3. اذا هنا عمل عمليه تدوير اللي اقول عليها ترانسبوسنج، عمليه تدوير ترانسبوسنج، علشان لو في سؤال انجليش اقول لك اعمل لي ترانسبوسنج، تمام بالشكل ده. طب لو حطيت نقطه في الستوب هنا كده وضغطت كنترول انتر، نفس المصفوفه بالظبط، تمام. اذا علشان اعمل عمليه تدوير لمصفوفه بتتكتب بالشكل ده، او احذف انا الفول ستوب، تمام. طيب هل في اختلاف ما بين الكوما والفول ستوب؟ في اختلاف في اوقات معينه، تمام، في اختلاف في اوقات معينه. الحاجات دي هقولها في الفيديو الجاي باذن الله. اشوفكم على خير، وان شاء الله الفيديو الجاي هوضح فيه تحديد العناصر في المصفوفه، تحديد عمود، تحديد عدد من الصفوف، تحديد عناصر، وشويه تريكات وشويه كومنتس جديده برضو في الفيديو الجاي باذن الله. سلام عليكم.